السلام عليكم. التوبة لها صورة ذهنية في عقولنا، هي الصورة الوردية. نسمع قصص عن التوبة، فلان سمع آية والآية وقعت في قلبه، فلانة تعرضت لحادث فواجهت الموت، وقصص التوبة تختلف. نحن من هذا المنبر نخاطب الغلطان، نخاطب النادم على معصيته، على خطيئته. ولذلك ربنا يقول في آية لطيفة من القرآن الكريم: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه ماذا؟ إنه كان توابا. لمن؟ للمستغفرين، يتوب عليهم ويرحمهم ويقبل توبتهم. فالتوبة أحب الأعمال إلى الله، خاصة في الشهر الفضيل. ولقصص التائبين أثر بالغ في النفوس، نفوس الطائعين ونفوس العاصين. فالعاصي يتحرك قلبه إذا سمع قصص هؤلاء التائبين، وتبدأ نفسه اللوامة تحثه على سلك طريقهم، خاصة بالتحديد اليوم مع حكاية إيمان. إيمان وكأن اسمها عنوان قصة توبتها، تعلقت بالحجاب، بالستر والعفاف. يقول عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. كل ما كان منا وجب التوبة، وكل ما كان من الله وجب الشكر والحمد. لنستمع إلى قصة إيمان. الله أنا إيمان، طالبة جامعية. حكايتي مع الحجاب الشرعي بدأت وقت وليت طلعت لافاك ووليت طالبة جامعية، لكن قبل هذا خليني نعطيكم لمحة صغيرة عن وش كنت مقبل. ما نكذبش عليكم، قبل هذا كنت عادي طفلة كأي فتاة في عمرنا، نحبو نلبسو، نحبو نبانو، نحبو نخرجو، أي لبسة نشوفوها تغرينا، نحبو تكون علينا. حتى انا عادي كنت نلبس سروال، دي زونسوم، دي شوميز، مرات وين نلبس حجاب هكا نبدل به كي تنفح لي فقط. وليت نشوف اصناف ومظاهر، يعني فعلا الله يهدي. وليت انا ثاني وصلت اني نقارن نفسي بهم، وحتى وشفت يعني نظره الجنس الاخر ليهم كيفاش تكون، يعني بواحد القرف، واحد الاشمئزاز. وليت انا وصلت وين اني نقارن نفسي بهم ونقول انا ثاني راهم يشوفوني هكا، انا ثاني راني نبان بالمظهر الخارجي تاعي هكا. كنت حتى وصلت وين كي نخرج برا ونكون ندور هكا ما نحسش روحي مرتاحه. وفي طول هذه الفتره اللي كنت فيها بالسروال، اكثر حاجه لاحظتها هي نظره الوالد تاعي ليا، واللي كانت فعلا فعلا تقهرني كل مره. كنت كي نخرج هكا معاه ولا كي نخرجوا برا كيف كيف، شفته يخزر فيا بنظره انا ما ارتحت لهاش. يعني انا حسيت انه حاب يقول لي حاجه، قال لي: ايمان عندك حجابات، علاش ما تلبسيهم؟ شو والله خارجين عليك خير من سروال. وصلت وين كي نكون واقفه على سجادتي بلباسي المستور وحجابي الفضفاض، نحس روحي صح راني نغلط وراني نافق مع ربي سبحانه. يعني كيفاش وانا في دين ربي سبحانه وبين كفو ساتره روحي، وبرا نخرج هكا في عوض يسرى العكس، وفي عوض اللي برا نكون سترى نفسي. مرة من المرات رجعت ملافاك ورجعت تقريبا مع أذان المغرب، وصلت نفسيتي تعبة على الأخر وأنا عيانة. دخلت غسلت توضيت وتوجهت مباشرة لصلاتي. سجدة ثانية لقيت روحي نبكي بواحد الشهقة، يعني فعلا ولا مره بكيت هكاك وانا ساجده. حسيت روحي واصلا ما عرفتش علاش كنت نبكي هكاك. بقيت نقول: اللهم يا رب انك تعلم ما في قلبي، اللهم اهديني، اللهم اصلحني، اللهم ثبتني، اللهم ردني اليك ردا جميلا. بعد ما قمت من سجدتي وانا نكرر في دعائي هكا حتى انتهيت من صلاه، بعد ما قمت من سجدتي صدقوني قمت مرتاحه البال، مطمئنه الخاطر، وكانه ماشي انا اللي كنت هذا وين نبكي بهذيك الشهقه، ولا انا اللي كانت فيا هذيك القنطه اللي كانت خانقتني. في لحظتها حسيت انه ربي سبحانه قال لي: ابشري يا ايمان، سيكون قريبا باذن الله. اشهد ان لا اله الا الله. حتى أني أصريت إصرار يعني لا رجوع بعده، أني فعلا راح نخطو خطوة اتجاه الحجاب الشرعي، وراح ندير حجاب شرعي ونلتزم به بإذن الله.
وتحديدا في صيف اوت 2021 انا في هذاك الوقت كنت نخدم، كنت كي نروح نخدم وكانت في هذيك السخانه نلقى روحي لابسه غير حجابات وعباءات فقط لانه كانت سخانه وكنت نلقى راحتي بهم ايضا. بعدها قناعتي بدات تزيد اكثر واكثر حتى وليت نلقى روحي في سجودي ندعي يا ربي سبحانه يا ربي هديني، وحتى اني نلح في سجودي وليت نقوم الليل وليت صلاتي في وقتها ونركز انه في دعائي كل ما نذكر انه ربي سبحانه يسلي هذه الخطوه ويسلي طريقي واني نتوفق في الحجاب الشرعي ونديره ويكون حجاب شرعي ملتزم. بعد ما جبته من الخياطه كانت فرحتي فعلا لا توصف، نقيس فيه والدموع في عينيا ومتحمسه وقتاش نخرج به برا ويشوفوني به اللي يخدموا معايا والمحيط تاعي. كنت فرحتي كانت وقتها ما نقدرش نعبر عليها، خرجت به برا وكان اي واحد يشوفني يقول لي ما شاء الله والكل باركولي، حتى انه فرحه الوالد والام تاعي كنت قادره نحس فيها نحس بها في عينيهم، باركولي وفرحوا لي بزاف لانه خطيت خطوه انا عن نفسي نحسها عظيمه جدا، خطيتها تجاه الله عز وجل اولا وتجاه نفسي واني نستر نفسي ونفوز بالجنه باذن الله. نقول لك يا اختي الحجاب الشرعي فعلا راحه، واذا درتيه راح تعرفي انه كنت يعني مضيعه ايام من حياتك كانوا فيهم ستر، حياء، عفه، حشمه. الحجاب الشرعي هو مجمل كل شيء، واقول لكم في النهايه ربط الله على قلوبكم وهداكن لطريق التوبه وطريق لباس الحجاب الشرعي. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.